انا كنت بتكلم معاك عن مشاركتك في 86 نسخه دوري ابطال افريقيا يعني او كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري 86 انت جبت جول في دينامو زهراني تمام بقول لك دلوقتي وهنزيع بس اتكلمنا عن مشاركتك في البطوله دي البطوله دي كانت مش سهله كانت قويه جدا صعبه جدا وقويه جدا اتكلمنا عنها ومشاركتك انا شاركت تاني سنه تقريبا كنت حضرتك بتقول من 85 بدات مع الفريق الاول 84 كنت مسجل في البطوله ما شاركتش بس قعدت كنت بروح من ضمن ال 20 لعيب المعسكرات وقعدت مباراه في من ضمن ال 16 كان زمان 16 يعني وكده لكن 85 شاركت 86 ده دينامو زهراني الله عليك ده جون دينامو زهراني ده كابتن جمال عبد الحميد ف 84 دي في زيمبابوي دي في زيمبابوي دينامو زهراني كان هناك بره ارضنا في هراري والله هدف حلو قوي كان الله يخليك لك لعيب كبير الهدف ده دلوقتي ربنا يخليك نجيب لعيب يجيب هدف زي ده دلوقتي ناس تطلع بيه السما وتطير بيه فوق السما وما كناش بناخد حاجه ما كناش بناخد حاجه دلوقتي حاجه جيل صعبه جيل طيب جيل بيلعب عشان بيحب الناس بالظبط بالظبط يا كابتن يعني في فرقه بتلعب وفي فرقه زيها بره يعني كلهم ولاد النادي مفيش حد بقى من بره زي دلوقتي ده من هنا وده من هنا وده من هنا ايه الفرق ما بين لعيب زمان ولعيب دلوقتي يا كابتن؟ زمان بيلعب كوره للكوره دلوقتي بيلعبوا للفلوس يعني انت بتروح تجيب لعيب بياخد ملايين سوري يعني ما بيعرفش يباصي وبيبقى عالي على الفرقه يعني انا صفقات كتيره بس مش عايزين نتطرق ليها ماشي ولكن ملايين بتتصرف ولاعيبه دون المستوى خد بالك ده زمان احنا خدنا كاس افريقيا كل واحد خد 10,000 جنيه وجايبينه من فين؟ من ابيجان بنلعب افريكا سبورت طبعا بطل ساحل العاجه ما زمان ما كانش فيه احتراف كل اللعيبه موجوده في 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 انديتها ما فيش بره يعني افريكا سبورت ده المنتخب كساحل العاج منتخب ساحل العاج كله افريكا سبورت كانون ياوندي منتخب الكاميرون كانون ياوندي مش عارف كده نيجيريا مثلا شوتنج ستار منتخب نيجيريا نيجيريا شوتنج ستار ما كانش لسه الاحتراف فاتح قوي لا ما كانش فيه يعني هو بدا الاحتراف من قبلها بشويه بس ما كانش لا هو بدا التسعينات بدا في التسعينات بدات بقى افريقيا بس بدات كلها بقى احترافات وكله بيطلع وبيعمل لكن في الثمانينات ما كانش فيه وكنا لا في السبعينات كان في احتراف يعني مثلا بتكلم على سالف كيتا منتخب زمان يعني سالف كيتا بتاع مالي مالي بتاع مالي مالي احسن لاعب في افريقيا 74 او حاجه كده سالف كيتا فالموضوع كان صعب بصراحه لكن ان انت تاخد كاس افريقيا من افريكا سبورت في ساحل العاج وتعذبنا يعني كانوا يقعدوا طول الليل يطبلوا للفجر عشان ما ننامش دخلنا الملعب المباراه الساعه 3 مش عايزين يدخلونا الفرقه بتسخن وانت قاعد بره مش عايزين ينزلوك اوضه اللبس دالقين عليها دابحين حاجات كده وسحر ودالقين دم على الدكك فكان الله يمسيه بالخير الدكتور ممدوح مصباح كابتن ابراهيم مصباح قال له مش هنخش الاوضه قال احنا واقفين قال احنا واقفين بره في طرقه قلعنا فيها وتيجي تنزل الملعب قافلين الملعب عايزين ينزلوك قبل المباراه بخمس دقايق بس عشان ما تلحقش تسخن وما لحقش يلا يا رب يلا فكانت اجواء وارس. صعبه لا اجواء كانت صعبه وبرده خدنا البطوله والحمد لله يعني فكان جيل محترم يعني احكي لي كواليس ثانيه كده ده الكواليس ما شاء الله انت في وسط افريقيا مليانه افريقيا مليانه لا موضوع صعب افريقيا موضوع صعب جدا 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 يعني كنا في نهائي كاس افريقيا ده دكتور محمود سعد كان تملي هو ماشي بالمصحف على طول وهم بقى فبيقعد وصلنا لضربات جزاء فمسك المصحف وقعد بيقرا قران وبتاع كده فواحد قال لك بس ده هم معاهم ساحر جايبينه يا نهار لانه جاي من على بعد من اخر الملعب جاي علينا بقى حوالي مترين كده قاعد انا وكابتن هاني عباده قاعدين وكابتن فلقيناه جاي كابتن محمود سعد قاعد في وسطنا وانا كده وكابتن هاني عباده قاعدين فلقيناه جاي فروحنا قايمين مش هو جاي لك كان قاصد كابتن محمود سعد خلاص قال لك ده الساحر بتاعهم فعايزين نشوف بقى شد المصحف منه شد المصحف كده منه والله العظيم رماه في الصخره والله العظيم في الارض لا يعني خلصوه بالعافيه الموضوع كان افريقيا هم معتقدين ان احنا بنعمل السحر وبالحاجات دي المصريين هم اللي بيعملوا السحر كده